كرة ملعوبة من جديد تحضيرا المستوى الخطر الأمامي وفرصة من أجل الدخول داخل منطقة الجزاء. ضربة جزاء يقول الحكم داخل منطقة الجزاء. نعم الحكم يقول ضربة جزاء في قرار يأتي في الدقيقة 111. الإعادة ستنور الجمهور الكريم من خلال اللقطة من خلال المحاولة اللي كانت في واحدة من اللحظات يعني قوية جدا. يشوفوا هنا الاحتجاج لرضا جعدي والبطاقات هل تنهال على اللاعبين لفريق الفتح الرباطي. هذه من اللحظات الصعبة وحنا نشوفوا هنا محاولة ديال البناء شوفوا هنا طريقة المسك كان ديال القميص الزاوية الماضية على عين. هذا قرار ديال الحكم أنا على يقين أنه قرار ليس بالسهل. يجي في الدقيقة 111 ويعلن من خلال مصطفى كشاف على ضربة جزاء. رضا جعدي حصل على بطاقة صفراء. نصف الطريق كان من خلال ضربة الجزاء. الآن المهمة للحارس المهدي بن عبيد وللاعب صالح طاهر سعيد. هل يكون مسعدا ويسعد الجماهير الطنجاوية؟ أم أن مهدي عبيد له الكلمة؟ حوار صعب في لحظات صعبة. صالح طاهر سعيد جول 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 في لحظة من اللحظات في الدقيقة 113 بعد أن بقيت المباراة عقيمة من الأهداف. يأتي صالح طاهر سعيد ويضع الكرة في المرمى معلنا على الهدف الأول في مباراة اليوم. الطنجاويون سعداء، الطنجاويون فرحون، الطنجاويون يحلقون عاليا اليوم فيما الفتح الرياضي الرباطي ستكون له ردة فعل ربما تحمل الجديد. هكذا كان التركيز وهكذا كانت الخطوات وإلى وضع الكرة في المرمى معلنا على هدف واحد مقابل شيء. هستيريا في المدرجات وأمر لا يصدق وليد الركراكي إطلاقا. هستيريا في المدرجات بفرحة طنجاوية كبيرة عريضة لا يمكن وصفها. فيما فريق الفتح الرياضي الرباطي الآن سيبحث لأن يستثمر الدقائق المتبقية ومجهود المتبقي. آخر الفرص آخر اللحظات في مباراة عرفت حضورا قوية. كرة ممتازة العريضة، كرة ممتازة رائعة، فرصة جول. ولا لا، قرار من الحكم يعيد الأمور للقطة السالفة للمخالفة الماضية. الجدار أعتقد على مستوى بناء العملية الهجومية تفاعلنا مع اللقطة لأنه لقطة مؤثرة جدا على مستوى الخط الأمامي، ولكن القرار يعود من جانب الحكم في انتظار الصافرة. شوف هنا اللمس، أعتقد اللمس، وكان الحكم المساعد علينا على لمس الكرة في الوقت اللي كملنا الهجمة وكمل عناصر فريق الفتح الرياضي الهجمة. الحكم حكم المساعد وإعادة الكرة واللمسة ديال اليد من جانب فريق الاتحاد طن. إذا الكرة لعناصر فريق الفتح الرياضي الرباطي في آخر اللحظات تحضير الراسية، ولكن مباشرة إلى خارج أرضية الميدان وانتهت هدف مبروك لفريق اتحاد طنجة العبور والتأهل إلى الدور المقبل. وأيضا نصفق بحرارة لفريق الفتح الرياضي الرباطي. أحسنتم على تقديم هذه المباراة الكبيرة الرائعة المميزة هكذا كانت مباراة كرة القدم، تبدأ بالروح الرياضية وتنتهي بالروح الرياضية وهذه الجماهير. اليوم
كانت خير سندين خير مساعدين ومساندين لفريق اتحاد طنجة. الفتح الرياضي الرباطي فريق كبير اليوم جت ضربة جزاء في آخر الثواني وأنهت المشوار. أيها الأحبة الكرام، شكرا لكم.